قبل لحظات استمعنا إلى صوت رشقة صاروخية تطلق من داخل قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال، واستمعنا أيضا إلى القبة الحديدية وهي تحاول اعتراض هذه الرشقة الصاروخية. قبل ذلك كان هناك أهداف عدة للطائرات الحربية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، والتي كان من ضمنها استهداف لمجمع أنصار العسكري غرب مدينة غزة، والذي يحتوي على عدة مقار أمني وعسكرية إضافة إلى مقر الخدمات الطبية العسكرية التابع لوزارة الداخلية والمساند أيضا في هذه اللحظات لوزارة الصحة في تطبيب وإسعاف المصابين ونقل المصابين والشهداء جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الحربية الإسرائيلية على قطاع غزة. وزارة الصحة وفي آخر تحديث لها تحدثت عن 126 شهيد، من ضمن هذا العدد هناك 31 طفل و19 امرأة، إضافة إلى ما يقارب أكثر من 950 إصابة مختلفة جراء هذا الاعتداء الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة. هناك عدد كبير من الإصابات الخطيرة والحرجة التي لازالت موجودة داخل مستشفيات القطاع، منها ما هو موجود داخل غرف العناية المكثفة، ومنها ما هو موجود داخل غرف العمليات.